يا ترى السكرين واضح عند حضراتكم؟ مظبوط يا دكتور ممدوح، اتفضل. طيب شكرا. ان شاء الله طبعا احنا زي ما الدكتوره سناء قالت، يعني احنا طبعا لسه عايشين الدور وعايشين الحاله بتاعتنا اللي هي الكوفيد 19. How to protect our children and what to use and when to use. My agenda, definition or classification of masks, will PPE, will protection levels, will functions, will ergonomic requirement to manufacture methods, will hand sanitizers, and how to protect. PPE هي PPE باختصار طبعا هي equipment worn to minimize exposure to variety of hazards. أي hazards نعرض لها يبقى البروتكشن ده مهم جدا. الهازر دي ليس للاطفال بس، طبعا الهازر لكل الناس والوركرز في المصانع في المستشفيات في الاماكن البيلدينج في كل حاجه. طبعا بيعمل بروتكشن للهيد، بروتكشن لجسمه، بروتكشن من الفومز، بروتكشن للبريثنج بتاعه، بروتكشن فور ايفريثينج. يبقى ده هو ده باختصار معنى كلمه البي بي اي. والميسز بتاعتها او الاكويبمنت بتاعتها بيبقى الماسكس والجلابس والاير بلاجز والهلمتس والجوجلز واي بودي سوتس او اي حاجه كفرنج للجسم بتاعنا بتبقى جزء من البي بي اي. واتس مينت باي بي 1 اند بي 2؟ احنا دايما نشوف الكلمه دي على بعض الماسكات اللي هو الان زي الان 95 وبنشوف كلمه بي 1 وبي 2. واتس مينت باي بي 1 اند بي 2؟ بي 1 اند بي 2 از ا جريت ديفرنس ان بتوين ان بي 2 ريفلكت البروتكشن من البيولوجيكال اير ايرزولز او الدروبلت انفكشن، يعني انفكشن من البيوجينز او زي الاتش 1 ان 1 زي الاتش 5 ان 1 زي الكورونا زي البكتيريا. لكن البي 1 هو ده للصناعات بس، للداست لاي حاجه، للستاندز للناس اللي هم بيشتغلوا في الرخام والحاجات دي والداست اللي بتطلع كلها، يبقى ده بي 1. يبقى بي 1 ده مش ميديكال خالص، يبقى لا يستخدم ابدا للبروتكشن كبيولوجيكالي، لكن بي 2 بيستخدم. طيب احنا دايما هنقرا الحروف دي اللي هي الاي اس والان زد اس 1716. واتس مينت؟ هي دي الستاندردايزيشن بتاعه الاستراليا ستاندردايزيشن ونيوزيلندا، هم الاثنين ماتشنج ايتش اذر، وبالتالي طلعت الحروف دي مع بعض وبياخدوا ارقام 1716 وريفايزد من 2003 لحد 2012 ريفايزد ميني تايمز. وبتتشان كده الارقام دي لما نقراها نبقى عارفين معناها على الماسكات او على اي حاجه. بنلاحظ دايما كلمه 3 ام. وات 3 ام ماسك؟ 3 ام از ا كومباني، الكومباني ماتر سبيكس بتاعت ال N95. طيب البي ام 2.5، البي ان 2.5 معناها البارتيكوليت ماتر ما بتعديش اكتر من 2.5 مايكرون، ما يعديش الاعظم من 2.5 مايكرون هيعدي من الفلتر بتاعه. زي ما شايفين الرسمه البسيطه اللي قدامنا دي ان احنا عندنا ده 2.5 مايكرون، ولما بيوصل لل 10 مايكرون بيبقى 10 اربع اضعاف زي كده. يبقى هو ده الفرق ما بين الحجم الصغير او الكاليبر بتاع الفلتريشن الصغير والكاليبر بتاع الفلتريشن الكبير. لو اخذنا مثال زي الهيومن هير، الشعرايه بتاعتها الروت بتاعتها ممكن توصل لحد 100 مايكرون، نص الشعرايه بنلاقي بتحصل تيبرنج لقدام ممكن توصل ل 50 و70 مايكرون، والتبس بتاعتها ممكن توصل اقل من كده حسب حجم الشعر حسب كثافه الشعر. طبعا الشعر الكوري هنلاقيه تخين من اوله لاخره، الشعر المصري بتاعنا يمكن يكون رفيع من اوله لاخره. البيتش ساندز زي دي، حبات الرمل الناعمه جدا في البيتش زي الشواطئ بتاعتنا الجميله، هي كلها اصغر حاجه فيها 90 مايكرون. يعني لما نقول ماسك 3 مايكرون او 2.5 يبقى عمره ما تعدي منه الدست الخفيفه خالص بتاع الرمله او الغبار الخفيف، عشان كده بنسميها البي ام 2.5. طيب ايه وسائل الراحه بتاعتنا او الارجونوميك ريكوايرمنتس؟ بنلاحظ دايما ان الماسك لابد ان يكون بريسابل اند هاف ليس بريسنج ريزيستنس، مفيش مقاومه وانا باخد نفسي. لو احنا شايف طفل او كبير وهو بيتنفس بيطبق معاه الماسك، يبقى الماسك ده مش مناسب. الماسك ده اما يعني مش مناسب كفلتريشن، مش مناسب كتعديه الهواء، في اير ريزيستنت كبيره، يبقى المفروض اشيله من على وش الطفل لان ده بيتطبق معاه في النفس رايح جاي، يبقى ده مش ما ينفعش. برضه من ضمن الحاجات بتاعتنا ان احنا بيبقى كفر الماوس والنوز مع بعض، مش بنشوف الاخطاء الشائعه كتيره جدا وسط المصريين، احبابنا واهلنا بنشوفهم ماسكين الماسك على بقهم بس ولا حاطط على دقنه ويبقى اسمه لابس الماسك. ايضا الماسك بيبقى له هاند باندز موجوده من فوق ومن تحت، وبيكون نوز فوم وموجود فيه نوز كليبس.
ايضا الالاستيك سترابس موجوده اهم من التاي اون سترابس. هنلاحظ حتى الجماعه السياسيين بتوعنا لما بيطلعوا في التلفزيون هتلاقي كلهم لابسين الماسك زي الماسك اللي على الموديل ده، هتلاقي فيه الالاستيك ترابس وليس الماسك الجراحي اللي هو عليه تاي اون ترابس سترابس، يبقى هو زي الماسك اللي احنا شايفينه في الصوره. طيب لما بنقول دايما ال N95، بصراحه انا قبل موضوع الكوفيد 19 انا ما كنتش اعرف يعني ايه N95. ال N95 هي معناها الناشونال انستيتيوت فور اوكيوبيشنال سيفتي اند هيلث، يعني السلامه والصحه المهنيه. كلنا بنعمل في مستشفيات وكلنا بنعمل في منشآت حكوميه، حتى المنشآت الخاصه المستشفيات الخاصه كلها لابد انها تاخد اعتماد كبير من السلامه والصحه المهنيه. طبعا السلامه والصحه المهنيه دي احنا عندنا موجوده في مصر تتبع وزاره التضامن، لا تتبع وزاره الصحه. لكن ال N هنا جاي من الناشونال فور امريكا فور يو اس اي يونايتد ستيت، ولكن هي خلاص بقت قاعده ال N95 السبيكس بتاعت مواصفات الماسك ده السبيسيفيكيشن بتاعته او اللي هي البرفورمانس بتاعته 95% من الفانكشن بتاعته موجوده. طيب الكي اف 94 انا ريلي ما كنتش اعرف يعني ايه كي اف 94، ولكن جت بنتي مره من الامارات وسالتني وقالت لي انا عايزه ماسك كي اف 94. قلت لها طب يعني عرفتيه ازاي ده؟ كان ليها صديقات كانوا معاها في الاي جي من كوريا، فهو ده الكوريان كلاسيفيكيشن او الكوريان سبيسيفيكيشن بتاع الماسك ده. لان لقيت الفرق كبير ما بين الكي اف 94 والان 94. الان 94 دي مواصفات امريكيه، الكي اف 94 ده مواصفات الكوريان. لقيت الريزيستنس هنا في الكوريان اقل بكتير، الاير فلو في الكوريان هنلاقي هنا 85 الناحيه الثانيه اكبر شويه، الاكسليشن بتاع الهواء ممكن يطلع مني في الكوريان السبيكس او الكوريان ماسك بيطلع مني لحد 300 لتر بير مينيت، واخد ال 300 يعني ما فيش ريزيستنس خالص، يعني ممكن العب سبورت او اجري او انهج او اعمل اي حاجه وانا لابسه مش هيضرني. لكن ال N95 لا، هو الليمت بتاعه 85 لتر. وطبعا لو احنا قلنا طفل عنده مثلا يعني 6 سنين 7 سنين، لو قلنا وزنه ما يتراوح ما بين 20 و25 الى 30 كيلو لو كان هو مليان شويه، هنلاقي ان ده هياخد في النفس لو هو بيجري هياخد لحد 100 120 150 حسب احتياجه لتر بالمينت، وبالتالي مش هيبقى سيوتابل معاه خالص نهائي، مش هيديله الفوائد بتاعته. يبقى ده يعني ايه كي اف 94 ويعني يعني ايه ان 95. لما بنلاقي الماسكات مكتوب عليها بي 2 وبرضه فيرسس ال N95، البي 2 معناها ان الماسك ده تيستد كاز اير ان انسايد ماسك اند اير اوتسايد ماسك، يعني انا الماسك ده اختبر ان شاف داخل قد ايه هوا منه وطالع قد ايه هوا منه، يعني ده مور سيوتابل فور هيومن بين. هنلاقي ال N95 ما عندوش الاختبارات دي خالص، وهنلاحظ كل ال N95 اللي موجود في ايدينا فعلا افيلبل كلها هتلاقي مكتوب فيها non medical use، لكن البي 2 ده لا medical use ده really، لان هو حتى biological related. ده التيست اللي بتعمل للماسك اللي هو testing air inside mask and testing air outside the mask. طيب لما بنقول الماسكات اللي available فعلا في ايدينا حاليا هي KN95 مش ال N95، ال KN95 وال N95 هنلاقي السبيكس بتاعتها كلها واحد، كلها resistant، الفلو بتاع 85 لتر بالمينت سيم، وهنلاقي الاكسليشن زي الانهيليشن، ونلاقي الريزيستنس كله واحد، وال 3 ام يبقى السبيكس بتاعتها تكاد تكون سيميلر في الاثنين. يبقى ده تعريف الماسكات بتاعتنا وانواعها. التست ده اللي بتعمل للماسك بتعمل سمارت اير ويند عشان الويند وايند تايم تو تيست السيت اب اللي موجوده. بنختبر الماسكات كلها ال N95 على الاله دي، بيشوف الهواء اللي طالع ولا داخل، ما بيدخلش على هيومن بين، اللي بيختبر على هيومن بين اللي هو البي 2 فقط لا غير. اما طبعا الفتره اللي فاتت كان في سكرامبلنج وتزاحم لاختيارات الماسكات على مستوى الدنيا كلها، وبالتالي اللي كان بيطلع من الصين كله 42% didn't match السبيكس بتاع ال N95، وكل الدول كانت بتشتريه وهم عارفين ان هو didn't match مش مطابق خالص، وعشان كده اغلبه كان بيبقى مكتوب او كله مكتوب عليه نون ميديكال يوز، ولكن كل كان بيستخدمه. طيب احنا يعني 42% تكاد تكون نص المصانع اللي بتنتج ال 95 فيلد في الكواليتي تشيكس. اللونجيفيتي او مده استخدام الريوزابل ماسكس اللي هي الكي اف والكي ان والان 95،
طبعا هو بيتراوح، هم تركوها لنا تماما، حتى لما بنقرا البامفت اللي على العلب اللي بتجي لنا بنلاقيها الفكره كلها ان انت على حسب اللي بيستخدم. انا استخدمت الماسك ده واتعرضت لفلويد، عطست فيه كتير، اتعرضت لفلويد جاي على وشي، حد اداني شويه ترجيع، حد عطس في وشي، يعني انا وسخته ولا لا مش باين بعيني، انا عشت بيه ازاي؟ لو انا كومفورتبل معاه وياخد نفسي وبطلعه بسهوله ده هيعيش معايا، البسه مره واثنين وعشرة ويقعد معايا شهر واثنين، لا انا انكومفورتبل بغير على طول. يبقى هي اللونجيفيتي بتاعته بتختلف على حسب الشخص لشخص، على حسب انا فين وعملت ايه وغيره ولا لا، يبقى على حسب راحتي مع الماسك. طيب احنا بقى في بمناسبه الاطفال احنا ايه اللي موجود عندنا، او احنا هندي ايه لاطفالنا؟ التوصيه بتاعت اليونيسيف والدبليو اتش او واخر ريفيجن فيها كانت في 21 اغسطس اللي فات، ان بنقول للتشيلدرن اب تو 5 ييرز شود نوت وير ماسكس، خلاص يعني لحد 5 سنين نوت وير ماسكس. طب اللي هم الاطفال اللي عايزين يلبسوا يقلدوا باباهاتهم ومامهاتهم، هو لوز اصلا على وشه فما فيش مشكله، اما لو هو بيتطبق مع نفسه لا اشيله من على وشه، لان ده هيديله الفلو، اير فلو هيبقى قليل جدا على وشه فلازم اشيله. طيب من 6 ل 11 سنه هنعمل ايه؟ على حسب السراوندنج سيركمستانسز بتاعته. بمعنى دول الاطفال في ابتدائي كلهم هو الفصل ده بتاع المدرسه سيوتابل بينه وبين زميله متر متر ونص، يبقى ممكن ما يلبس الماسك. لو التيتشر بتاعهم يعني عنده انفكشن يبقى هيدي هيلبسهم الماسك. يبقى لبس الماسك للاطفال من 6 سنين ل 11 سنه على حسب السراوندنج سيركمستانسز. لو احنا عندنا طفل واحد فيهم عيان وجه الكلاس يبقى لازم الكل يلبس الماسك، يعني الماسك افيلبل معاه ممكن يلبس. طيب لو طفل بيعمل سبورتس وبيجري ويلعب ما ينفعش ان انا البس الماسك بتاعي خالص، وبرده رؤيتنا للماسك طبعا ده السوبرفايزر بتاع الطفل ده هنا هو اللي بيحكم يقلع الماسك ولا يلبس الماسك. وطبعا لو وسط كوميونتي وسط طابور وسط باسز لازم يلبس الماسك، لكن في منطقه اير مفتوحه يبقى ممكن ما يلبسش الماسك براحتنا خالص. يبقى دي السبيكس بتاعتنا. ولو في حاجه كونسيدريشن اكتر زي اللي واحد هانديكابد او حاجه يعني برضو ما يلبسش الماسك حسب السوبرفايزر بتاعه. طيب نرجع للمواصفات بتاعتنا تاني، هنلبس الماسك للاطفال قد ايه وامتى؟ طبعا فوق 12 سنه ده بينطبق عليه كل توصيه ال WHO guidance for masks use in adults. الميديكال ماسكس طبعا ريكومندد حسب الميديكال بروفايدر بتاع الطفل، الانكمبرومايزد واللي بياخد تريتمنت واخد كيمو ثيرابي واللي بياخد كورتيكوستيرويد فتره طويله والمعرض لانفكشن وحسب هو عايش مين في البيت، يبقى هنا الكير بروفايدر اللي هيحكم على الطفل ده. يبقى احنا مش هاخدها قاعده عامه ان هو هيلبس الماسك ولا مش هيلبس ماسك، القاعده العامه هنا تحت 5 سنين مش هيلبس الماسك، لكن لو في ظروف معينه هلبسه الماسك، ومن 6 سنين ل 11 سنه حسب ظروف اللي حواليه، لكن لو النيد كميديكالي لازم يلبس الماسك. طيب احنا هنتكلم بقى دلوقتي على حاجه ثانيه عن الانتي الهاند انتي سيبسز او الهاند سانيتايزرز. طبعا از ريجارد اور ريليجن فيو، احنا طبعا اكيد سيدنا ادم عليه السلام وسيدنا ادريس وسيدنا ادريس مكتوب عنه ان هو كان بيتوضى وكان بيستخدم الميه في غسيل الايدين. احنا نشوف مع بعض اول ناس غسلوا ايديهم في الدنيا هم قدماء المصريين، زي ما شايفين الصوره دي اهو بيصب له من ظهره، يعني بيبقى مش واقف جنبه بيصب له بيبعد نفسه عنه، يعني هو كان جيرد جدا اجينست الانفكشن. كانوا القدماء المصريين دول عندهم حاجه ظريفه جدا، يعني هم كانوا بيغسلوا ايديهم قبل الاكل، وهم يكاد يكون اول ناس الكردت في الدنيا يغسلوا ايديهم قبل الاكل عشان يتعمد ان هو الاكل يفضل نظيف. وكان فضلات الطعام اللي هم بياكلوه كان بيتحط للطيور، وفضلات الطعام الشبه متخسر كان يدفن في الرمال. كان الهدف من دفنه في الرمال ان ده متخسر احتمال يكون فيه حاجات ضاره، وبالتالي كان يدفن في الرمال عشان الرمله دي سخنه وهتموت الحاجات الضاره او هتموت الانفكشن اللي هم ما يعرفوش وقتها او جايز يكونوا عارفينه وما قالوناش عليه. يبقى دول اول ناس في الدنيا استخدموا غسيل الايدين واستخدموا السانيتايزر لايديهم بالميه هم قدمائنا المصريين. طيب نرجع للهيستوريكال فيو، اول ناس قالوا ان احتمال يكون في غسيل للايدين او في حاجه ديس انفكتنت كانوا مجموعه من الفرنسيين الفارماسيست لاحظوا ان الاودر بتاع الكوربسز الهيومن كوربسز اتغيرت لما اتحط سوليوشن عليها كلورايد اوف ليم اور سودا. فمن هنا طلعوا بيبرز ان 1825
بتقول ان المفروض الاطباء يستخدموا مويسترايزنج ويز كلورايد، هيبقى الطف لوجود حاجات غريبه على الجلد زي البكتيريا او غيره. بالصدفه البحته لاحظوا في فيينا ان كانت الومن وير ديليفرد في المستشفى بالفيزيشن، وبعض الستودنت كان المورتاليتي ريت اوف ذير تشيلدرن كانت عاليه. لما شافوا المورتاليتي ريت بالمقابل في الميد وايفز كانت قليله، فلقوا ان الميد وايفز كانت بتغسل ايديها باستمرار حتى وهي بتقوم بالولاده، كانت بتغسل ايديها باستمرار حتى لو بتولد حاله عن الثانيه. من هنا بدات الفكره غسيل الايدين، وبدات تطلع من 1961 للهيلث كير بروفايدر او وركرز ان احنا المفروض نغسل ايدينا، وطلعت بقى السي دي سي ومجموعات ثانيه خالص تقول لنا كل واحد يغسل ايديك. واحنا في مصر الحمد لله وضمقنا المصريين قالوا لنا اغسلوا ايدينا وقبل الاكل ومن زمان جدا من كام الف سنه. طيب نرجع بقى، هو احنا بنغسل ايدينا ليه؟ عشان برضو احنا نلقي نظره بسيطه عن النورمال بكتيريال سكين فلورا. هنجد ان احنا عندنا السكالب عشان منطقه مويست باستمرار، ده عندنا حوالي 1 مليون كولوني يونت بير سكوير سنتيمتر اوف سكالب، كل سنتيمتر مربع موجود عليه مليون كولوني فورمينج يونتس اوف بكتيريا. طيب ولو لقينا الجروين والاكزيلا دول اقل شويه، هنلاقي من نص مليون كولوني فورمينج يونتس موجوده في السكوير سنتيمتر. منطقه الابدومين كاسكين عليها تقريبا 10,000، ومنطقه الشيست اقل حته عليها بكتيريا هلاقي موجود عليها 10 او 100 كولوني فورمينج يونت فقط لا غير. لكن الهاند بقى حدث بلا حرج عليها من 350,000 او 400,000 الى 4.6 مليون كولوني فورمينج يونت في ايدينا. ومن هنا غسيل الايدين، لان انا هستفيد هوقع معظم البكتيريا دي، هترجع تاني لو لمست اي سطح، بس على الاقل لما اعمل المانوفر بتاعي زي الاكل زي الشرب زي اي حاجات تانيه كتير هنتكلم عليها دلوقتي، يبقى انا اغسل ايدي عشان اسقط كل سنتيمتر مربع في جلدي ايدي عليه نص عليه 400,000 الى 4.5 مليون او 4.6 مليون. طيب what is hand sanitizer؟ Hand sanitizer are portable convenient products that used if used when used correctly can help to prevent the spread of infection. CDC قالت ايه؟ قالت 60% alcohol to avoid getting sick and spreading germs. احنا بنبص على ايه دايما في الهاند سانيتايزر؟ الهاند سانيتايزر بنبص على الكونتنت بتاعته او الفورمولا which present فيه. الايزوبروبايل الكحول او ايثانول او هيدرو بيروكسيد او الجليسرول او الستيرايل ديستل ووتر او اي مويسترايزنج حاجه ثانيه. لما نبص تلاقي ان كل الوايبس موجود فيها ايزوبروبايل الكحول. نركز مع بعض، ايزوبروبايل هنستخدم الكلمه دي ثاني دلوقتي. طيب الحاجه اللي في ايدينا الثانيه زي دي كده، احنا دي بصورها من الحاجه اللي على مكتبي بصراحه، هنلاقي لو بصينا فيها بكويس هنلاقي تركيبتها ايه؟ تركيبتها واحد بروبنانولول واثنين بروبنانولول، دي 30 40 جرام وده 45 جرام. انا بصراحه لما قريت دي قلت طب واحد بروبرانولول اثنين بروبرانول، طب ما هم كده يعني ما حطهمش ليه مره واحده وكتبوها 75% وريحونا. فبصراحه لجأت الكيميائيين عندنا في المعمل وقلت لهم قالوا لي يعني دي ليه ما اتكتبتش بصوره مختلفه ولا هم اثنين مركبين؟ فاتضح ان واحد بروبرانول ده مركب واثنين بروبرانول ده مركب اخر، مجموعهم 75 جرام في ال 100 مللي، يعني 75% الكحول في الازازه دي. الازازه دي افيلبل في متناول ايدينا ودي عندنا بنستخدمها باستمرار. لما نبص ال HD، ال HD مشهور جدا، هنلاقي ان هو تركيبته 79.9 جرام ايكويفالنت ايثانول ل 96%، يعني ده بيديني 96% الكحول وده بيديني 75% الكحول. يبقى ده خلي بالكم ده اسمه بروبرانولول، عشان هنتكلم في نقطه ثانيه دلوقتي عن البروبرانول. يبقى الالكول هنعمل الالكول هيبقى هو لما نرجع للسلايد اللي قبلها، الالكول هيبقى الابيليتي الانتي ميكروبال ابيليتي بتاعته النتيجه بتعمل ايه؟ دي ناتشوريت البروتين سواء اذا كان في السيل وول، عشان كده الانفلوب فيروسز بيكسر الفيلو بتاعها بيبقى ويكسر البروتين اللي فيها، والنان فيلوب فيروسز بيبقى ياخد فتره اطول لكن بيأثر، يأثر في الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف ويأثر في الميكروبكتيريوم تيبركلوزس اند بالمرسا. يبقى بالنسبه ده الالكول،
وهيأثر في الليبوفيليك فيروسز زي الهيربس سيربس كلها انفلوبت والريسبيراتشن سيستر فيروس والاتش اي في والانفلونزا والهيباتيتس سي والهيباتيتس بي. بس احنا بنغسل بايدينا ب 60 70% الكحول وليس 96%. اذا غسلنا ب 96% الكحول لازم هتزيد المده من 20 ثانيه الى 30 ثانيه على الاقل. هو ليس افكتيف اجينست البكتيريال سبورز والبروتوزو والاوسايت اند سيرتن نون انفلوب نون لايبوفيليك. لما نبص مع بعض الكلور هيكسيدين، الكلور هيكسيدين هو الاساسي عندنا في الغرغره. الغرغره كلها موجوده في ايدينا، اول ما طلعت N1915 وطلعت في اليو اس اي N1917. تركيبتها كلها بتشتغل بيحصل ديسربشن اوف سيتوبلازميك ميمبرين ريزلتنج ان بريسبيتيشن اوف سيلولار كونتينت، من هنا بيقتل البكتيريا. بس تعبنا بقى استخدام، يعني برضو انا حطيت الكلوركسيدين عشان اقول الكلوركسيدين از توكسيك للسيل ميمبرين لو اتأثر زي الكونجكتيفا والكورنيا. الكورنيا طبعا الخلايا بتاعتها زي ما كلنا عارفين انها ناعمه جدا وخفيفه وهي دوب سيل ميمبرين بسيط ما فيهاش سيمي سابستانس كتير ما بين الخلايا وبعضها، وبالتالي بيعمل كورنيا دامج اذا جه في العين وبيعمل كونجكتيفايتس. كان قديما بيستخدم في حالات الروتيتس ميديا، ولكن اكتشفوا ان هو بيأثر في الروتيك نيرف روتيك نيرف بيعمل اوتوتوكسيستي. وكان 4% منه على الهاند. بعض الناس يقول لك ما ده ديسنفكتنت واغسل بيه ايدي هيعمل ديرماتايتس، مع الفريكوينت يوز هيعمل ديرماتايتس في ايدين. يبقى ده الكلور هيكسيدين، ده هي الغرغره. طبعا عملنا ديتول مشهور جدا وصابونه الديتول واللاف بوي كلورو زايلينول، ده موجود من العشرينات في القرن الماضي ودخل امريكا في الخمسينات. الانكتيفيشن بيعمل انكتيفيشن اوف بكتيريا انزيمز اند التريشن اوف سيل وول، ومن هنا بيعمل لايسنس للبكتيريا. بس اكتر استخدامه في البريزرفاتيف ان كوزموتكس، بيتحط عشان بيخلي عدم نمو البكتيريا في الكوزموتكس، الباودر والفاونديشن والحاجات دي كلها والليبستيك محطوط فيها جزء بسيط من حسب بقى المصنعين حاطين فيها كلورو زايلينول. يبقى الكلورو زايلينول بيستخدم كهاند ديس هاند سانيتايزر، ولكن هيسيب طبقه خاصه الجيل منه هيسيب طبقه على الجلد للاسف الطبقه دي. مع انا لما اكل وبقي في ايدي ريمننت من هذا الكلور زايلينول يبقى انا الطفل بياخد كومباوند غريبه في بطنه، من هنا بتدي ابدومينال بين وريكارنت ابدومينال بين. يجي لنا بقى في الابدومينال بين واحنا نحتاس ونقعد نفكر في الابدومينال بين وندور على كل انفستيجيشن مش عارفين، وهو بيستخدم او مامته بتستخدم ديتول وكديس انفكتنت او سانيتايزر وبيعتبروه ايديه نفض. لا، المفروض اللي يستخدم الديس انفكتنت كهاند سانيتايزر بنغسل ايدينا قبل الاكل برضو، لان عشان اوقع عليها الكلام ده. اللي بيستخدم الهاند سانيتايزر بتلاقي فيه طبق جيل محطوطه على الايد موجوده باستمرار، وبالتالي لازم اغسل ايديا جيدا بالميه عشان اوقعها منها. الهيكساكلوروفين موجود في صوره صابون وموجود كبريزرفاتيف ومحطوط في حاجات كتير، وبرضو ان اكتيفيت الاسينشال انزيم سيستم في المايكرو اورجانيزم، ومن هنا بيدي الاتس افكت بتاعه اجينست ستافيلوكوكال اورياس والويك اكتيفيتي اجينست الجرام نيجاتيف. قديما كان بيستخدم في تنظيف الاطفال في المستشفيات، الكلام ده في القرن الماضي. طيب الوات هاو تو يوز الهاند سانيتايزر. الهاند سانيتايزر كل هاند سانيتايزر محطوط عليه طريقه استخدامه، ولكن هي باختصار ان انا احط الهاند سانيتايزر في البالم اوف هاند وادعك ايديا كلها بكميه سيوتابل اللي هتغرق الايد كلها، وكده ان ايدي ما نطفتش لازم ينشف. بعد ما ينشف يبقى ايدي نطفت من البكتيريا اللي فيها. يبقى ده استخدام احنا لو تعبنا نفسنا وخلينا الام تقرا بس اللي مكتوب على العلبه. هنا نقعد مع بعض ده الاي اتش دي الهايجينيك هاند ديس انفكتد كونسنتريتد 30 سكند. ليه 30 سكند؟ لان ده 96% الكول. طب ليه 96% الكول ياخد وقت فتره اطول؟ لان الميه اللي محطوطه ال 30 40% اللي محطوطه اللي هي 60 70% الباقي ميه. الميه هنا بيحصل ديناتشريتد للسول، الميه بتدخل جوه الخليه بتعمل لايسس. فلو الميه مش كتير يبقى هياخد فتره اطول عشان يموت كل الخلايا اللي موجوده. طيب لو انا هستخدم ايدي سيرجيكالي او همدي ايدي على انسان او حاجه هتاخد دقيقه او نص. طبعا هنا لو هدي انجكشن يبقى 15 ثانيه. برضو دي يعني بنعلم امهاتنا كلها اللي بتاخد ايد الحقن والتمريض ان انا بيمسحوا كده بالسوابس كده مره واحده وكانك نظفت ودخل بالابره ودخل معاه بكتيريا من على الجلد ودخل انفكشن، ونقول الانفكشن جه منين. يبقى انا المفروض 15 ثانيه عشان اعمل ديس انفكشن لمكان الانجكشن، 15 ثانيه. ودي ريكومنديشن مكتوبه على الشركه المصنعه
للهاند سانيتايزر. طيب الثانيه اللي احنا السانيتوريوم اللي بناخده ده هنا مكتوب عشان ده 75% تتذكروا حضراتكم ان الهايجين هنا ان عشان هايجينيك هاند ديسانفكشن باخد 20 ثانيه لكن سيرجيكال باخد دقيقه ونص. يبقى انا همسك جرح همسك اي حاجه لازم ايدي تاخد دقيقه ونص لكن ديسانفكشن 60 70% بياخد 20 ثانيه. يبقى مهمتنا جدا ان احنا نقرا اللي موجود على الهاند سانيتايزر. طيب هاند سانيتايزر may not be effective when hands are visibly dirty or greasy. هنا visible dirty or greasy الألكم مش هيوصل. يبقى أنا كده ما ينفعش معنا طبعا ما فيش شك إن ال hand washing with soap and water is recommended in such circumstances. لو فيه harmful chemical مش هينفع معايا الهاند sanitizers لابد إن soap and water هو اللي بينفع. طبعا ما عنديش soap and water يبقى إذا لحد ما أوصل soap and water ممكن أستخدم الهاند sanitizer عشان أشيل الكيميكال سي على الأقل خففتها. طيب لو حصل swallowing للالكوهول based hand sanitizer قالوا لنا العلماء قالوا لنا ان just a couple of mouthfuls من الهاند سانيتايزر يعتبر توكسيك بالنسبه لاي انسان. وطبعا احنا في الفتره من 2011-2015 حصلت 85,000 حاله ريكوردد حصل لهم in between children في USA United States حصل لهم بويزنج بالهاند سانيتايزر. طيب الفتره دي موجود هاند سانيتايزر كتير جدا سمعوا كلام عمنا ابو حنان وشربوا هاند سانيتايزر واللي شرب حاجات كتير زي ما مره قال في احد الخطب بتاعه الكميات التوكسيستي حصلت كتير جدا بس في الادلت مش في الاطفال عشان كانوا بيدوروا على ديسانفكتنت انه بلع البكتيريا وبلع الكورونا او بلع اي حاجه يموتها جوه. برضو هنا لما يحصل مكتوب على كل العلب بتاعتنا ان لو حد خد حاجه زياده اعمل درينك بلينتي اوف ووتر عشان اعمل مور دايلوشن عشان اقلل الايفكت بتاعه على الميكوزا اللي جوه الامعاء. يبقى ده بالنسبه لو حصل سوالوينج اكسيدنتلي. في امريكا ان اوفر 100 براندز اوف هاند سانيتايزر هاف بين ريكولد باي اف دي اي. ليه ريكولد؟ وحصل ويرنينج الكلام ده كان السنه دي في السمر ده اللي حصل ده والانتان كونتامينيتد بالميثانول. وات از ميثانول؟ ميثانول از الكول اولسو بات ميثانول از الكول وود الكول لكن هايلي توكسيك اند نيورو توكسيك. عشان كده ان جاست التاتش بتاعه وفي حالات كتير جدا في امريكا كانت موجود فيها الهاند سانيتايزر في كان في ميثانول او كونتامينيتد بالميثانول. طب يعني احنا عندنا في مصر الحاجات دي موجوده؟ طبعا في علم الله ما اقدرش اقول ان كانت موجوده لكن استخدام الناس كان للسانيتايزر هاب هازارد وعبوات ما نعرفش اصدارها منين ولا جايه منين وممكن تكون هوم ميد حد بيعمل وعمل فيها ميثانول او حاجه. طبعا ما اقدرش اجزم بهذا لكن كانت هناك حتى في امريكا قالوا ان في ميجر ريتيلرز تجار التجزئه كتير جدا هناك كان عندهم هاند سانيتايزر وكان كونتامينيتد ويز ميثانول. هم قالوا الاف دي قال جاست الكونتاكت مجرد بايديه اصبح توكسيستي اصبح النيد اور سيكينج فور ايمرجنسي ديبارتمنت او اي ار ايميديتلي. والاعراض بتاعته ان هو ممكن بيدينا منوزيا فومتينج اكسسيف فومتينج وهيديك سيفير هيديك بلورينج فيجن اند ايفن سيجرز اور كوما. يعني ممكن يكون احد الاطفال اللي احنا ممكن نكون عالجناهم كان اخذ ميثانول او اخذ هاند سانيتايزر بطريقه خطا وجالنا بسجر وعالجناه سجر وفي الاخر ما لقيناش حاجه وارد. وطبعا الليسته طولت خالص في امريكا وكل شويه كانوا يطلعوا مجموعه من الهاند سانيتايزر ريتيلد انها ما تتباعش. الميثانول الايثانول هم كلهم كل الكالكول بيحتوي على كربون اتومز وهيدروجين واكسجين كلها بترتيب الترتيب ده بتتراوح من 2 ل 5 في كل واحده فيهم. الفود اند دراج ادمنستريشن طبعا الاف دي اي اناونس ذات سيرتن هاند سانيتايزر هاف تيستد بوزيتيف فور 1 بروبانول. 1 بروبانول اللي احنا اتفقنا عليه هو موجود في ايدينا وتوكسين ذات كان ديبريس سنترال نيرفس سيستم. طبعا وحضراتكم شفتوا الازازه اللي انا ودي مصورها من على مكتبي فيها بروبانولول اللي هي فيها بروبرانولول 1 و2 بروبرانولول دي موجوده لكن احنا ما عندناش. انا سالت ودورت ما عندناش قانون بيمنع الاف دي على نفسها في امريكا لكن احنا عندنا بنستخدمه. انا بكتفي ان انا بنصح كل اللي حواليا ان انا بستخدموش على جرح او على جلد مفتوح بستخدم واسيبه دراي وما استخدمش ايدي الا لما يكون ايدي بقت دراي
واعمل امسح ايدي كل جهاتها ورا قدام التوين بفينجرز والدورسم والفرنت بتاع البان بتاع الهاند. لكن المفروض بس ما نبقاش ناكل وايدينا فيها ريمينانتس من البروبرانول، ان انا استخدم الووتر او السوبان ووتر بحيث ان انا اغسل ايدي بعدها عشان على الاقل اقلل التوكسيستي. لكن يفضل لو في جرح او في اي بيرسينج للسكين او اي سكراتش موجود او ابريجن في الكيراتينز او الديرمس، المفروض ما استخدمش البروبرانول اللي هو في ايدينا ريلي في ايدينا فعلا وانا عندي منه وكل اللي حواليا منهم الكيرسكوب وركر بنستخدمه. لكن it can be toxic and life threatening when ingested. طبعا هو طالما بعيد عن اطفالنا مش هيبقى ingested، لكن هو highly toxic and neurotoxic. طبعا FDA احنا قلنا اكتر من 100 صنف رجعت الحاجات دي كلها ورجعته، وده واحد منهم اللي هو اصلا عندنا وموجود في متناول ايدينا. طيب لما نرجع تاني هنا الهاند ووشينج فيرسس الهاند سانيتايزر، مفيش شك ان يعني اذا امهاتنا استوعبوا ان الهاند ووشينج بيعمل ايه يبقى هيدوروا على الهاند ووشينج افضل من الهاند سانيتايزر، خاصه لما يكون في حاجات جريزي، في حاجات شحوم في الايد، في ديرتي اكتر. لكن هاند سانيتايزر هتلاقي كل امهات كتير ماسكين هاند سانيتايزر وطالعه من الشنطه ونمسح الايد وهكذا. لكن طيب اهم حاجه بنغسل ايدينا ونوقع الحاجات دي كلها من على ايدينا بعد الهاند سانيتايزر. لكن لما نرجع للاستراكشر القديمه خالص اللي احنا كنا بنشوفها على الكراسه بتاعتنا زمان في ابتدائي اللي هي جدول الضرب وشويه الاستراكشر، هنغسل ايدينا بعد الحمام. طبعا احنا هنا كريجلن او ريليجن بتاعتنا هنقول نغسل ايدينا قبل وبعد، لان احنا هنمسك اماكن الاخراج، فان احنا المفروض بننصح اولادنا ان احنا نغسل ايدينا قبل الحمام وبعد الحمام، وافتر بلوينج يور نوز او كافينج او سنيزنج او بيفور ايتينج اند افتر تاتشينج سيرفيسز ذات كود بي كونتامينيتد اند كود نوت بي كونتامينيتد. اي سطح همسكه يبقى المفروض ان انا اغسل ايديا بعدها غسيل جيد. كان هاند سانيتايزر ليد تو بكتيريا ريزيستنس، ريلي فعلا ما حدش يقدر نو وان كان انسر ذات كويشن. لسه ما فيش دراسات كافيه تقول ان الهاند سانيتايزر هيزود البكتيريا ريزيستنس. ميبي ليتر اون هنسمع ونشوف بعض الدراسات اثبتت او نفت هذا الكلام. لكن ما فيش شك ان الهاند ووشنج اهم. طيب هنلاحظ برضو بعض السوق هنلاقي فيه هاند سانيتايزر الكول فري. يس الكول فري بس معتمد على حاجه ثانيه، بوفيدون ايودين او البيزنكوليوم كلورايد والترايكلوزان. الترايكلوزان ده موجود عندي، موجود اللي هو في صوره الحبوب الكلور اللي احنا بنستخدمها كديسنفكتد للارضيات، ويكاد يكون المستشفيات كتير جدا، واحنا كمركز طبي برضو بنستخدم هذا الاقراص، لكن هي برضو الاف دي منع استخدامها، لكن احنا بنستخدمها في الارضيات والاسطح بمعادله هي ثابته مكتوبه على العلب على حسب المكان، ولكن مش مستخدم لحالات البلاد والحاجات دي بس التطهير من الاماكن، لكن الكلور والفينيك يستخدم اكتر للحالات اللي موجود فيها سكريشنز او بلاد. لكن هي موجوده في ايدينا. بنزل كوليوم كلورايد برضو موجود في بعض الديسنفكتنت اللي هي هنلاقي مكتوب عليه نان الكحول او الكحول فري، لكن هي عيبه او ان هو بيقعد فتره اطول او لونج ديستانس شويه على الايد وبيدي فتره افكت اكتر شويه، لكن بيفضل في الايد فتره طويله، ولكن شود بي ووشت عشان انزله لانه برضو مش مناسب. الصوب اصلا بيعمل ايه؟ يعني احنا بنقول الصوب بتاعنا الصوب مختلف الاشكال، في صوب في تيشوز وفي ليفليت او ورق صوب كده وفي ليكويد بريبريشن منه، طبعا الصابون السائل. الكلينيك اكتيفيتي كان بي اتريبيوت تو زيرو ديتيرجنت بروبرتيز ويتش ريزلت ان ريموفال اوف ديرت اند سويل اند فاريس اورجانيك سبستانس فروم الهاندز. البلان صوب هاف مينيمال انتي ميكروبيال اكتيفيتي. الهاند ووشينج ويز بلين سوب اند ووتر فور 20 سكند ريديوسز البكتيريال كاونتس 0.6 تو 1.1 لوج 10. لو احنا استخدمنا فتره اطول يبقى انا هعمل بكتيريا اوقع بكتيريا اكتر، يبقى كل ما استخدم يبقى ما استعجلش واقول 20 ثانيه بس. والله لو قعدنا، والله انا شخصيا لو قلنا سبحان الله الحمد لله كده ونسبح ونستفيد ونحن بنعمل ايدينا، والله بنغسل ايدينا بافضل واقدر، وهنستفيد كمان ان احنا ناخد ثواب ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا نعلم امهاتنا الكلام ده كله. الفينجر نيلز اند ارتفيشال نيلز والبولسز بتاعتها. الفينجر نيلز تحتها حدث بلا حرج كلها موجوده في السب انجل ارياز اوف هاندز الهاربورد. High concentration of bacteria, most frequently coagulase negative, staphylococci, والجرام negative roots including pseudomonas. يعني pseudomonas موجوده، عشان كده بعض الاماكن
زي النيرسز لو قلنا سودوموناس موجود فيها نبص في ضوافر النيرسز هتلاقي ضوافر النيرسز هي هي الاساس بتاعنا. الجراف بوليسز الجرافيك بوليسز للاسف احنا في مصر بنشوف امهاتنا بيستخدموا الجراف بطريقه انها لابسه الجراف وما بره البيت وبتتعامل مع كل حاجتها، بتتعامل مع الشنطه بتاعتها وبتتعامل مع الفلوس وعامل وبتتعامل مع الاسطح وهي بتحمي بتحمي جلد ايديها فقط لا غير، لكن هي مش عندهاش الاويرنس ان الجراف ده اصبح المفروض استخدمه للاستخدام بس. والجراف بالهيلث كور وركرز مع كل حاله بس ممكن اغير الجرافز او كل لمس سطح اغير الجرافز، اعتبره زي السيرجيكال كده ان انا ما ينفعش ان انا المس بيه حاجه ثانيه واشوف افرض مثلا بلبس جرافز مع حاله تشيكن بوكس يبقى برضو اقلع مباشره بعد ما البس الجرافز بعد ما البس المريض وهكذا يبقى كل حاله بحالتها. الجولريز طبعا الجولريز الرينجز والخواتم والحاجات اللي في ايدينا كلها بتحتوي على جرام نيجاتيف باسيلاي وكليبسيلا مهما غسلوا ايديهم ومهما عملوا بالالكول لا هي قاعده فيها انهبتنت المفروض بنقلع الحاجات دي. وطبعا اساتذتنا العظام بتوع النيرسز كلها طبعا الكلام ده مختلف احسن وعارفينه. الدروب باكس بتاع الهاند سانيتايزر ان سيرتن سيتويشن دورينج ويتش ان كان واشنج والسوب اند ووتر ار بريفيرد اوفر هاند سانيتايزر. هو بصراحه هو السوب اند ووتر بريفيرد دايما طول ما هو موجود يبقى احنا الهاند السوب اند ووتر افضل بكثير. اليمينيتنج البكتيريال سبورز الكلوستريديوم اساسا ديفيسيل ما بتطلعش اكتر الا بالسوب اند ووتر يبقى ده افضل بكتير من الالكول حتى لو ايفن الكول 95. احنا شفنا الفتره اللي فاتت بعض الفيديوهات اللي هو ايده بتتحرق او مثلا بيعمل فيديو اللي حط الهاند جل ولمس الكونتاكت بتاع العربيه عمل شراره ايديه اتحرقت بالتالي كانوا اكسجريتد شويه لان هو ممكن يتحرق بايدينا لو هي لسه مويست بالجل او مويست بالهاند سانيتايز. لكن انا لو خليتها دراي ده استحاله تتحرق لان طلعت منها كل الماده الالكول اللي فيها لكن الريمنت ما بيفضلش الا كجل لوحده كماده بتروليوم فيها لكن الالكول خلاص راح منه يبقى ده يجوز ان هو يتحرق بس هو لو كان لسه مويست. تو مينيمايز ان ريسك اوف فاير الالكول راب يوزرز ار انستراكتد تو راب زير هاندز انتل دراي لازم امسح ايدي كويس او ادعك ايدي كويس لحد ما تبقى دراي. ما فيش شك ان احنا ريجولار سوب از ا ناتشرال انتيبيوتيك اكسبيرتس say proper hand washing is enough to keep people safe and they only recommend using hand sanitizer when you don't have access to soap and water. زي ما احنا برضو نفكر امهاتنا ان hand washer before and after going to bathroom, after blowing your nose and coughing or sneezing, before eating and after touching surfaces that could be contaminated. لازم غسيل ايدينا ونغسل ايدينا بالطريقه اللي احنا يعني نعلمها لامهاتنا يعني ناخد وقت بسيط اعمل لها ايدي كلها شمال ويمين والطب اوف فينجر ان بتوين الفينجر والظهر وظهر يعني احنا حتى لما بيكون في دوده تبوسيه او اكزيوروس برضو بنعلمهم ان يغسل ايديه بالطريقه دي عشان احنا نوقع منها الاكز اللي ممكن الطفل يكون اخذها على ايديه ويعني عشان اقطع السلسله بتاع الاكزيوروس اللي هي الهاند واشنج حتى لو بالميه طبعا بالصابون والفرشه بيكون افضل لكن الهاند واشنج اند هاند واشنج ريلي فعلا انا مبسوط ان انا كنت معاكم and thank you.